الدوري الانجليزي زي ما قلت لكم تم استئنافه تاني النهارده مره اخرى يعني، وفي ماتشات بتتلعب في الجوله ال 16. ليفربول النهارده يعني بيبدا انتصاراته في الدوري الانجليزي، بنلعب في الجوله ال 16 او الجوله ال 17 كمان من الدوري الانجليزي. ليفربول النهارده فاز على استون فيلا 3-1، محمد صلاح شارك بشكل اساسي النهارده في المباراه، وسجل الهدف الاول لليفربول في الدقيقه 5، وصنع الهدف الثاني لفان دايك في الدقيقه 37، وستيفن باتيتش احرز الهدف الثالث لفريق ليفربول، وانتهت المباراه 3-1 لصالح ليفربول. كده ليفربول بيرفع رصيده الى 25 نقطه في المركز السادس. محمد صلاح النهارده بعد الهدف اللي احرزه، محمد صلاح بيتخطى نيمار لاعب البرازيلي. محمد صلاح صعد للمركز الخامس في قائمة اللاعبين الأكثر تهديفا خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات في الدوريات الكبرى. كده محمد صلاح مسجل 16 هدف في الموسم الحالي خلال 23 مباراة، بيتقدم على النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان عنده 15 هدف. طبعا هما بيتكلموا 16 هدف في جميع المسابقات مش في الدوري بس، فكده محمد صلاح جايب في جميع المسابقات السنه دي 16 هدف وبيتفوق على نيمار، وكده محمد صلاح في المركز الخامس بالنسبه للهدافين على مستوى اوروبا. اللي بقى فوق محمد صلاح ايرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي جايبه 24 هدف في كل المسابقات، كيلين امبابي لاعب باريس سان جيرمان اللاعب الفرنسي طبعا جايب 19 هدف، روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونه جايب 18 هدف، و كريستوفر نكونو لاعب لايبزيج جايب 17 هدف. محمد صلاح جايب 16 في المركز الخامس اللي هو الأكثر تهديفا في البطولات الكبيرة.